أقدم قطعة بعنوان إقليم ملقا الإسباني. طبعا هذه القطعة من فن الفلامينغو اللي هو أصلا عربي وأصلا كان يؤدى على العود بس من غير ريشة بالأصابع. وعثرت عليه عند عازف مأثور عازف قدير جدا الأستاذ جون سيرانو وحفظت منه وضفت عليه بعض التنبيعات وأقدمها بالشكل اللي بتسمعونه إن شاء الله.